الله الرحمن الرحيم. جيت باغا نطرق لواحد القضيه اللي ضرتني في خاطري وضرت ماشي احنا الوحيد اللي تقريبا الشباب ديال المغرب كاملين طايحين في هذه القضيه دي. بغيت نوصيكم على البليه والرفقه السيئه، حضيو ولادكم. دابا انا خويا صغير عنده 15 عام، باقي يلا طلع للمدرسه، يلا كيقرا، يلا كيعرف شنو هي الحياه. مشى شنو دار؟ مشى تلاح البليه لاحشوا الرفقاء السوء. رفقاء السوء فين وصلاتهم؟ اما دابا راه الويده راهي كتبكي طايحه سخفانه، دابا راه كنتسناو الحكام ديالو وباقي كيقرا، وانا بوحدي خدام، انا قباص هاز والدي وكنتسناه يعاونني. ها هو شو دابا فين تسنى؟ دابا انا تسنى لي غنمشي نصرف عليه. هذا هو المشكل. بغيت نوصي السلطات ديالنا، الرساله لوكيل الملك، يخفوا معاه شويه ويراعيوا الحاله، والله الا مقصحين وضعاف حق الله. هو شي من هاد المنبرات كنبغي نوصل الرساله ديالي توصل، والله يرحم لكم الوالدين. والرساله للشباب، الدراري غنهضر معكم بعفويه، الدراري نتوما يلاه بادين في حياتكم، سيروا تلاحوا الكره، دير التكوين، الله يجعلك تبقى حدا دارك وما تلاحش للبليه. حيت البليه واخا تكون جا خاصك تاكل، غتولي خاصك مصاريف، فين غتمشي غتبغي تقلب عليهم غتصدق غادي للحرام، والحرام الامن ديالنا، تحيه للامن ديالنا الوطني، ما غيعطلكش ما غيزهقكش، اللي واخا تكون شفره بيضاء ما غيهونش، راه كيعطيك الحكام ديال قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.